مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس. الحقيقة ان التغيرات المناخية اصبحت بتؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول. كافة الدول بتتأثر بالتغيرات المناخية وتأثيرها على قطاعات مختلفة من هذه الدول، بتختلف نسبة التأثر طبقا للظروف اللي بتواجهها كل دولة والانعكاس الخاص بتأثيرات التغيرات المناخية. ولكن في النهاية هناك اهتمام دولي عالمي بالآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وده واضح جدا من خلال إقامة المؤتمرات العالمية لمواجهة هذه الآثار، وكان آخرها مؤتمر COP27 اللي عقد في شرم الشيخ بحضور عدد كبير من الدول، وتم مناقشة العديد من الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية. القطاعات المختلفة اللي بتتأثر بيكون ليها أولوية كبيرة جدا في البحث عن سبل لمواجهة هذه التغيرات. طب في الدولة المصرية إيه أهم القطاعات اللي بتتأثر بالتغيرات المناخية، وإيه الخطوات اللي تم اتخاذها من قبل الدولة لمواجهة هذه التغيرات، وإيه الجديد اللي بيتم استحداثه بالنسبة لكل دول العالم لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية وتقليل الآثار السلبية الناتجة عنها؟ الحقيقة تساؤلات كثيرة جدا هنطرحها النهاردة من خلال حلقتنا، ونتعرف على العائد الاقتصادي الخاص منها. بيشرفنا في هذا اللقاء وجود الأستاذ الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، للحديث عن هذا الموضوع. لكن قبل ما نبدأ حوارنا هنتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. تمثل مشكلة التغير المناخي تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، حيث أصبحت قضية تغير المناخ أكثر إلحاحا وأحد أهم الأخطار التي تواجه البشرية في الوقت الراهن. وأصبح العالم كله مشغول بقضية تغير المناخ والارتفاع غير المنضبط في معدل درجة الحرارة وما تمثله من تداعيات متوقعة على الاقتصادات العالمية. فجزء من الأزمات التي يعانيها الاقتصاد العالمي هي في الأساس متصلة بالبيئة، وذلك نظرا لما قد يسببه تغير المناخ من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة، منها جفاف بعض الأنهار وغرق أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعي في العالم. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية كلامنا وشفنا وتابعنا من خلال التقرير، التغيرات المناخية يمكن احنا حتى بنشعر بيها في درجة الحرارة وباختلافها وتغيرها سواء في الصيف أو الشتاء عن ما سبق من زمن، ولكن هذه الآثار بتتطرق أيضا للعديد من القطاعات المهمة في الدولة. مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية وكيفية الحفاظ على البيئة، خلونا نعرف أكتر عن هذا الموضوع. ولكن في البداية اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني، ورحب بالأستاذ الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين اتحاد خبراء البيئة العرب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحقيقة موضوع التغيرات المناخية ده يعني هو أصبح دلوقتي مسار الحديث بشكل كبير، خصوصا مع حتى تغير درجات الحرارة في كل دول العالم. التغيرات المناخية نبدأ بتعريفها وأسبابها. هو التغيرات المناخية يعني المناخ اتغير ببساطة يعني. فالمناخ اللي هو كان ربيع دائم ونعيم دائم يظهر بدأ يتذمر ضد كل الملوثات على مدار 500 سنة منذ الثورة الصناعية، وحتى الآن يتم حرق الوقود الأحفوري. صحيح. يعني ايه الوقود الأحفوري؟ يعني الفحم والبترول والكيروسين والجازولين، كل انواع الوقود اللي هو من ساعه ما سيدنا ادم نزل الكره الارضيه وعرف ان هو الشجر بيولع، وده كان اول مرحله في توليد الطاقه. بعد كده بقى بعد ولعه الشجر دي تطورت الدنيا وبقى عرفوا الفحم، بس الفحم كان بيطلع من الجبال. وحتى الان الفحم موجود في الجبال، فله صناعه. الدول اللي عندها جبال من الفحم بتبيع هذه، واللي ما عندهاش يعني مثلا الصين بتستورد كميات من الفحم غير عادية، طبعا بالإضافة إلى البترول والكيروسين والجازولين وكل أنواع الوقود. فالوقود هو أساس الحضارة، يعني من غير هذا الوقود سواء يطلع نار يطلع بوتاجاز يطلع بيوجاز يطلع أي نوع، من غيره ما يبقاش في حضارة. الطاقة. وبالتالي الحضارة صنعتها الطاقة فعلا. الحضارة كلها صنعتها. صحيح. الطاقة. ولما اكتشفت انجلترا البترول
وهتلر في نفس الوقت وصل لأن هو يعمل سبرتو من التخليق. إنجلترا كسبت المعركة هي والدول اللي دخلوا لأن هم عرفوا إزاي يطلعوا من تحت الأرض هذا الوقود الذي يشعل النار، وطالما اشتعلت النار هنعمل بقى مصانع أسمنت ونعمل مصانع حديد ونعمل مصانع صلب ونعمل طيران، من غير الطاقة مفيش تقدم. طب البعض كان بيرجع أسباب حدوث التغيرات المناخية في بعض الفئة، قالت دي سببها الإنسان، ويمكن الدلالة اللي حضرتك تفضلت وذكرتها بتؤكد أن البشر هو السبب في حدوث هذه التغيرات، والبعض الآخر قال إيه تغيرات جيمورفولوجية ناتجة عن التغيرات الطبيعية في طبيعة الأرض. هل هو يعني من الاثنين بندمج الاثنين ويحصل تغيرات مناخية، ولا نقدر نقول أن التغيرات الطبيعية كان من الممكن مواجهتها بطريقة مختلفة إذا كانت ناتجة عن تغيرات جيمورفولوجية فقط؟ لا، هو اتفق العلماء على أنه حصل احتباس حراري. وطالما العلماء اتفقوا على أنه حصل احتباس حراري، معناها أن الغلاف الجوي حول الكرة الأرضية يحبس كل الغازات اللي طالعة دي، يطلع أكسيد كربون، يطلع أكسيد كبريت، يطلع أكسيد نيتروجين، يطلع الـ H2S أو الكبريتيد الهيدروجين أو غيرها، الهيدروكلوروفلوروكربون أو البيروفلوروكربون. هذه هي الغازات الست اللي متهمة بالاحتباس الحراري. يعني إيه الاحتباس الحراري؟ يعني حبسنا الحرارة فوق سطح الكرة الأرضية. طب إيه اللي كان بيخرجها؟ كان الغلاف الجوي يخرج الأشعة تحت الحمراء اللي هي مسببة الحرارة دي، يطلعها في الفضاء الكوني. طالما هي ما طلعتش في الفضاء الكوني، إيه اللي ما طلعهاش؟ إنه حصل في الغلاف الجوي، تقدر تقولي بالمعنى البلدي كده، قفش يعني. وبقى الغلاف الجوي يطلع له الانفراريد أو الغازات درجة الحرارة الاحترار العالمي ده، يزق تاني الأشعة تحت الحمراء على سطح الكرة الأرضية يسخنها أكتر. عشان كده كل اللي انت شايفاه وسمعاه والعالم كله بيتكلم عليه في كوب 27 وكوب 28 اللي هيبقى في الإمارات إن شاء الله، على جملة واحدة فقط: إزاي هنقدر نمنع تسخين سطح الكرة الأرضية ما يعديش في 2050 1.5 درجة. لو عدى في 2050 1.5 درجة، حجم بقى الأعاصير والجفاف والنحر والبخر وكل ما هي من سلبيات في القضاء على النظم البيئية اللي الناس عايشة عليها، بمعنى أن الأرض بتتحول لصحراء. انت بتشوفي الارض مزروعه، تعدي بعد شويه تلاقي جايت شويه رياح شديده زقت الرمله، الرمله غطت النبات، ما بقاش فيه نبات. ده اللي حصل في 12 دوله افريقيه، اشهرهم الصومال. الصومال كانت ليها انهار وليها ميه وليها اراضي، الناس دلوقتي بيهاجروا منها لانه لا بقى فيها ميه ولا بقى فيها اراضي زراعيه، فمش عارفين يعيشوا. فبقى عندنا حاجه لاول مره في العالم اسمها اللاجئين البيئيين، يعني اللي هم خرجوا من بلدهم بسبب البيئة تأثرت وأصبحت رملة وصحراء ورياح، وبقت ما ينفعش يزرع فيها، فبيدور على حتة يزرع فيها، ولذلك سمي اللاجئين البيئيين. طب مين اللي فسد؟ هو الإيكو سيستم. يعني إيه النظام الإيكولوجي؟ النظام الإيكولوجي هو الكرة الأرضية من الغلاف الجوي والخزان المائي في السحب بتاعها، ثم إلى اللي بتنزل أنهار بعد كده، نهر النيل و12 نهر على مستوى دول العالم. هذه الأنهار وهي بتيجي من منابعها، سواء يجي من جليد أو من غيره، لأن القطب الشمالي والجنوبي كل شوية يدوب منه حتة يرفع مستوى المية شوية. ذوبان القطب الشمالي أو الجنوبي بسبب هذا الاحترار، ظاهرة الاحترار العالمي، يرفع مستوى مياه البحر. عشان كده الحكومة المصرية غرمت ودفعت 750 مليون دولار علشان تحمي دلتا النيل، لأن أكتر منطقة في العالم تأثرت 12 دلتا في العالم، من ضمنها دلتا نهر النيل. المية البحرية أو اللي جاية من البحر تحاول تزق مية النيل والنيل يزقها، وبالتالي لما تروحي عند ما بين فرعي رشيد ودمياط تشوفي يعني مرج البحرين اللي هو السد اللي في المية اللي مانع المية المالحة تيجي على المية العذبة، ومانع المية العذبة تطلع على المية، بس المية العذبة بقت بالنسبة لنا سد عالي.
منع مية الملح دي المياه البحرية أنها تخش على أراضينا، وبالتالي تفضل دلتا نهر النيل تنتج لهذا الغذاء، وهي 2.5 مليون فدان، مش مساحة قليلة يعني. أكيد. وبالتالي إحنا بنتكلم على تأثير مباشر لغذاء الناس ومياه الناس وحياة الناس. إذا قطاع الزراعة بشكل عام متأثر بشكل أساسي في التغيرات المناخية، وأعتقد زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن هناك العديد من الخطوات اللي بتقوم بها الدولة المصرية لمواجهة هذه الآثار بالنسبة لقطاع الزراعة. نعرف من حضرتك هل ده يعني بيكون عبارة عن خطة لمدة زمنية معينة، وإيه الخطوات اللي تم استحداثها في الفترات الأخيرة لمواجهة هذه الآثار؟ لا طبعا، هو قطاع الزراعة فيه اهتمام كبير جدا من يعني الرئيس شخصيا والحكومة المصرية، ويمكن كلنا تابعنا انه خطة الدولة المصرية تزود 4 مليون فدان. صحيح. احنا عندنا حوالي 10 مليون فدان، زودنا شوية 1.8 بعدها، لكن الخطة الرئيس اعتمدها 4 مليون فدان. والأربعة مليون فدان لو احنا نفتكر الرئيس لما راح توشكا كان في زراعة هناك، ففي الأراضي الصعبة جدا في الزراعة بدأت بها الحكومة المصرية، وبقى في إنتاج كمان للقمح في منطقة توشكا. طبعا في منطقة اللي احنا بنقول عليها الدلتا القديمة، ان حياتك ماشية في طريق وادي النطرون، اي واحد مسافر رايح المصيف دلوقتي هيلاقي ما شاء الله حجم الكركات والعمل اللي معمول على طريق وادي النطرون، هيضيف كمان جزء يصل الى 1.8 مليون فدان. المية اللي كانت بتغمر كل الفيوم، جزء كبير من هذه المية ما هتلاقي ترعة الحمام مع جزء جاي من بحيرة مريوط، دول هيتجمعوا في مشروع ضخم جدا هنزرع فيه تقريبا 1.8 مليون فدان او ما يقرب من 2 مليون فدان، ولاول مره سيزرع في منطقه الحمام على الساحل الشمالي، يعني غير منطقه الدلتا وغير الوادي الجديد وغير جنوب مصر. ففي خطه طموحه لوزاره الزراعه المصريه، والحقيقه عاملين مجهود كبير جدا مع هيئات الدوله المتصله، بحيث انه في مشروعات يعني من ضمن مشروع يعني سيل اللي هو مشروع الزراعه المستدامه، احد مشروعات الزراعه المستدامه، هذا المشروع واخد 90,000 فدان مثلا. 90,000 فدان دول متقسمين على الاراضي، جزء على كفر الشيخ اللي هي متاثره بالميه المالحه، وجزء في بني سويف في غرب الفشن، وجزء في المنيا في غرب سمالوط، وجزء في وادي النقرة ووادي الصعيدة في أسوان على الحدود بيننا وبين السودان. المناطق دي حوالي 90,000 فدان، ما شاء الله 90,000 فدان ده منظمة الفاو ادت لمشروع الاستثمارات الزراعية أكتر من مرة يعني شهادة بنجاح هذا المشروع وطرق الاستخدام. بيستخدم فيه بي في يونتس اللي هي محطات طاقة شمسية بالكامل، يعني بتعمل 350 محطة طاقة شمسية. بيعمل اي تي اللي هي الترشيد استهلاك المياه، ان نقطة المية تمشي في خراطيم صغيرة وتنزل على جدر النبات ده مباشرة بدون اهدار على افقي. أيوة. للمياه، مفيش بقى اهدار للمية، وانه الفلاح يسيب المكنة الري شغالة طول الليل. صحيح. ويوم الصبح الناس يلاقوا الترعة غرقانة والارض، لا دلوقتي بقى فعلا في نظم يعني طبقت بالفعل في 90,000 فدان في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، بيعملوا تطبيق للإي آي تي أو نظم إدارة الري الحديث. وإحنا في يمكن 12 نموذج للزراعة بنطبقها في مصر، وعلى حسب النجاح اللي هيتم فيها بالتنسيق مع مركز بحوث زراعية ومركز بحوث الصحراء ومشاركة فيها أكساد، بندخل فيها في الزراعة الملحية، الزراعة اللي نسبة الملوحة في الأرض عالية بنزرعها. بندخل فيها في زراعة هوائية، بنزرع النبات من غير جدر ومن غير مية. طب هيبقى فيها زراعة أيضا واخدة كل الجزء الخصب بتاعنا اللي هي مخلفات الزراعية، نعمل منها إعادة تدوير وبندخلها تسميد عشان تطلع دي أورجانيك. يوم يجي حضرتك لو نزلت دلوقتي في معظم المحلات اللي هي في بعض الأحياء في القاهرة يقول لك دي أورجانيك، دي زراعة عضوية. صحيح. ودي زراعة غير عضوية، وده
ثمنه الزراعه العضويه صح. اغلى من لانه صح. تكلفته يعني احنا عدينا دلوقتي 150 الف فدان في الزراعه العضويه ومنهم صادرات يعني منهم جزء كبير بيتحول لصادرات وعايز اقول كمان ان المواني اللي سياده الرئيس افتتحها ساهمت كثير في زي